أعمال تطوير يشهدها مطار الملك فهد الدولي بعد مضي عقد ونصف العقد من تدشينه إثر انتقال خدماته من مدينة الظهران إلى الدمام في خطوة تستهدف استقطاب المسافرين بمختلف اتجاهاتهم. سجل مطار الملك فهد الدولي في السنوات الماضية نموا مضطردا في الحركتي التجارية وكذلك الحركة الجوية، حيث بلغت نسبة زيادة حركة المسافرين ما يربو عن 12% تقريبا في العام 2014 مقارنة بالعام 2013. ويشهد المطار الذي يعد أحدث المطارات السعودية الرئيسة حاليا استحداث العديد من الخدمات التي تهدف إلى جذب المسافرين في صالات الوصول والمغادرة من خلال تطوير عدد من المرافق المساندة واستحداث أخرى جعلت منه مقصدا للسفر، إضافة إلى 36 شركة طيران تتنافس لتسيير الرحلات وتقديم خدماتها للمسافرين. هناك العديد من المطاعم وكذلك المقاهي، وكان مؤخرا افتتاح السوق الحرة بمفهومها الدولي، ولكن وفق النظم والضوابط والقوانين والتشريعات للمملكة العربية السعودية. بعض المشاريع وأهمها فندق من فئة 5 نجوم جاري العمل عليها، بالإضافة طبعا إلى قرية الشحن الجوي والتي هي باكورة هذه المشاريع. ارتفاع ملحوظ يشهده مطار الملك فهد الدولي في أعداد المسافرين بعد تزايد أعدادهم خلال العام الماضي إلى 8.5 مليون مسافر، إضافة إلى دخول العديد من المستثمرين لتقديم خدمات إضافية للمسافرين، ما جعل أعمال تطوير الخدمات والمرافق أمرا ضروريا. بدر الشهري، العربية، الدمام.